اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفنا شر الفساد والمفسدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم المبارك أن تفرج همومنا، أن تكشف كروبنا، أن تقضي ديوننا، أن ترزقنا من فضلك العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم في هذا اليوم الكريم المبارك اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم المبارك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا أطلقت سراحه، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، بك نستغيث. يا حي يا قيوم أغثنا يا الله، أغثنا يا الله، فرج همومنا يا الله، اكشف كروبنا يا الله. هذه الأدعية رددها دائما باستمرار وستجد تغيير في حياتك. هذه الأدعية فيها الخير الكثير والأجر العظيم عند الله جل وعلا، لذلك لابد أن تحسن الإقبال على الله.